ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة مع بعض بسكوت جوز الهند بطريقة جديدة وأشكال جديدة، وطبعا صيامي يعني اقتصادي. ان شاء الله هيعجبكم. يلا نبتدي مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. أتمنى أنكم تتابعوني وتعملوا لي لايك وكومنت وسبسكرايب وشير. يلا نبتدي مع بعض. اول حاجة هضيفها نص كوباية من السكر البودر. طبعا ممكن نضيف اكتر، بس انا بقلل شوية في السكريات، يعني ممكن تزودوا مثلا ربع كمان، يبقى كوباية الا ربع. انا حطيت نص كوباية. هضيف بعد كده زيت وهقلب حبة بحبة. طبعا عندي هنا زيت نباتي، زيت ذرة. ممكن كمان لو حابين يعني نضيف نص زيت على نص سمنة. هنضرب طبعا الزيت كويس مع السكر، هضربه الاول بالمضرب اليدوي وبعد كده هنبتدي نشتغل بالمضرب الكهربي. هضرب بمضرب الكهرباء علشان يعني يحاول يخليلي الحاجة كويسة. مضرب البيت طبعا مع السكر بيخلي القوام تقيل شوية، فبيدي سمك حلو للعجينة. هضيف شوية من الفانيليا، برضو الفانيليا بتدي ريحة. طبعا هو جوز الهند هيدي ريحة حلوة، بس احنا بنضيف برضو شوية من الفانيليا، فانيليا بودرة او فانيليا سائلة. هضيف بعد كده نص كوباية من جوز الهند. انا طحناه كويس علشان يعني يبقى ناعم شوية، علشان يخلي يبقى في العجينة متماسك، ما يفرولش العجينة. وهقلبهم ونبتدي بقى نضرب عادي بالمضرب اليدوي، مش محتاجين بقى المضرب الكهرباء. هزود اضافة وهي ربع كوباية من السبرايت. طبعا احنا في الفطاري بنزود بيض، فانا مش عايزاها تبقى زي الغريبة يبقى كلها عبارة عن سمنة ودقيق وسكر بس. فاحنا هنزود الربع كوباية السبرايت دي بدل البيضة او البيضتين اللي احنا كنا بنضيفهم مع البسكوت، وكمان هتديله يبقى هايش ويبقى بسكوت يبقى كويس. هنقلب. هجهز الدقيق واحط عليه معلقة من البيكنج باودر. طبعا الدقيق هنا انا كنت مجهزة كوبايتين، فهنشوف برضو لان بيختلف الدقيق من دقيق لتاني في استيعابه للسوائل. فاحنا هنحط البيكنج باودر وننزل الدقيق حبة بحبة واقلبه بالراحة. يستحسن ان احنا نقلبه بالاسباتيولا. هبتدي انزله كله. دي اول كوباية، بس طبعا انا في اول كوباية حطيت كمية البيكنج باودر كلها. هبتدي برضو انزل الدقيق بتاعي حبة بحبة كده. عندي العجينة هنا بدت تلم. قبل ما تجمد قوي او تاخد كفايتها انا هضيف شوية اضافات كده. هقسم عندي العجينة لتلات اجزاء. جزء هيبقى لونه هحط عليه كاكاو، وجزء التاني هحط عليه لون احمر، والجزء التاني هسيبه لونه ابيض. هضيف معلقة من الكاكاو على الجزء ده.
وهبتدي اعجنه كده لغاية ما يتشرب كده كل اللون. طبعا احنا هنا ما كناش منشفين العجين قوي، يعني مش حاطين كل كمية الدقيق اللي المفروض تتحط علشان يقدر يستقبل اللون اللي هو البني ده او الكاكاو. اول قطعة عملت لونها بني شوكولاتة، وهبتدي اشيلها في كيس علشان بس ايه ما تنشفش على بال ما اجهز القطعة التانية. القطعة التانية هحط عليها شوية من الشوكولاتة والكاكاو، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة جدا. بعد كده هحط نقطتين من الاحمر، وده الحاجة الجديدة اللي انا بقول لكم عليها، هنعمل اشكال جديدة كده. هبتدي برضو اقلبها على السريع كده، هتبقى لونها على احمر كده. جهزنا اللون الاحمر، هنشيله برضو. هضيف برضو حاجة كاكاو خفيف كده. احنا طبعا بنضيف الكاكاو ده في الاول قبل ما بنضيف اللون علشان يمسك العجينة شوية، بدل ما اقعد اضيف دقيق تاني وكده. هقلب طبعا ده هضيفه بقى، هعمله باللون الاخضر. انا هنا معلش كنت قلت لكم هقسم العجينة لثلاثة، انا قسمتها لاربعة، يعني هيبقى عندي لون ابيض واحمر وبني واخضر. هضيف دلوقتي اللون عندي الاخضر، طبعا دي الوان الكريسماس، هنعمل حاجة للكريسماس. اقلب بقى اللون، طبعا دي الوان مصرح بيها يعني للغذاء، مش ضارة ولا حاجة، مخصوص للاكل يعني. هبتدي الون اللون الاخضر، هقلبه كويس لغاية ما اللون يظهر. هريحهم بقى في التلاجة لمدة 10 دقايق كده. برضو اخر حاجة هو اللون الابيض هنستخدمه برضو. هفرش ورق زبدة على الرخامة بتاعتي، هبتدي اجهز كمان كيس علشان احطه وافرد عليه. هنبتدي نفرد كده، وبين الشيبة بتاعتي هنبتدي نفردها. هفردها لغاية ما السمك بتاعها يبقى رفيع كده. هبتدي بالقطاعة بقى، هقطع هخلي نصهم مخرومين من جوه كده. كده تقريبا النص. طبعا هنلم بقية العجين دول ونعملهم تاني. جهزت اول صينية اللي هو اللون الابيض، طبعا دول هنستخدمهم، هنشوف هنستخدمهم في ايه بعد كده. طبعا عملت اربعة سادة مش مدورين، ما فيهاش اللي هو الجزء المفرغ ده، واربعة مفرغين. هنشوف طبعا هنعمل ايه بعد كده. نبتدي بعد كده نجهز الجزء اللي بعده وهو اللون البني، هفرده برضو، حط عليه كيس كده ونبتدي نفرد بالنشابة بتاعتنا، النشابة كبيرة او صغيرة، ويكون طبعا نفرده متساوي. هنقطع برضو بالقطعة المدورة. عند نص الكمية، لو انا عملت مثلا 6 قطع هخرم 6 قطع بشكل النجمة دي كده. جهزنا البني، برضو عملنا 3 مش مفرغين و3 مفرغين، وطبعا اللي بيتبقى مش بنرميه، برضو بنعمل بيه اشكال ونحطه بقى في الفرن.
فردنا اللون الاخضر برضو. والمفروض طبعا ان انا كان يبقى عندي الشكل بتاع ورقة شجرة الكريسماس، بس انا مش عندي، فانا هعمل برضو بشكل كده. وهعمل في النص برضو نجمة كده صغيرة برضو. طبعا عايزة اوريكم برضو بنشيل الحاجة ازاي، يعني بحط ايدي كده من تحت وبالراحة اخدها بالراحة بالشكل ده واحطها في الصينية. وبرضو لما اجي اعمل الفراغ ده بحطها، بعمل فراغ وهي في الصينية. طبعا مش بنرمي الباقي ده، بنعمل لمه تاني وبنعمله تاني كده. عندي اللون الاخضر جهز، فردنا الحمراء برضو. هنبتدي بقى نعمل برضو اشكال عشان هربطها مع الاخضر. هعمل نفس الاشكال بتاعت الاخضر. الآن جهزنا الصينية الأحمر، هنبتدي بقى نحطها برضو في الفرن. كده جهزنا كل البسكوت عندي كده، الأحمر والأخضر وكمان البني والأبيض. هنبتدي بقى نشكل. عندي شوكولاتة خام هسيحها، يكون نوع كويس، هبتدي أسيحه في حمام مية. هنستخدم كمان معانا للتزيين مربى فراولة وكمان عسل جلوكوز، هنستخدمه في تلزيق الأجزاء. جهزنا كده الشوكولاتة وسيحناها. هنبتدي بقى نشوف كام شكل كده ونزينه برضو بالشوكولاتة. احط معلقة مثلا من الشوكولاتة. طبعا التزيين ده برضو افكار من عندكم انتوا، يبقى حلو. معلقة شوكولاتة احط عليها الوش التاني، شكلها كده حلو قوي. ممكن نحط ده مثلا معايا فراولة. مربى فراولة بالشكل ده، بس ما تغطش على البسكوتة قوي لان البسكوتة طلع جميلة جدا. انا عايزة اوريكم البسكوت، رغم ان هو صيامي لكن طالع جميل جدا. بس ان شاء الله بقى هتتابعوني في الفيديوهات اللي جاية وهنعمل الحاجات اللي زي دي، هتبقى فطاري طبعا. دي لا فيها لا بيض ولا زبدة ولا سمنة، كله عبارة عن زيت. عايزة اوريكم الجزء ده، شوفوا طالع البسكوت كأن فيه بيض، طالع جميل جدا. ممكن برضو نستخدم واحدة احمر مع واحدة اخضر، بس هنا مش هنحط بقى شوكولاتة ولا مربى، هنحط جلوكوز. الجلوكوز شفاف فيدي اللون الاخضر بتاع الارضية بتاعته. نحط كده، شكله جميل ازاي، حلو قوي، شفاف، مدي منظر جميل قوي. ممكن نحط برضو على الابيض ده برضو فراولة، شكلها جميل قوي. ممكن نزود الفراولة شوية. المنظر ده جميل جدا. وبكده حبايبي نكون خلصنا كده كل البسكوت. عملنا اشكال بالمربى واشكال بالشوكولاتة وكمان بعسل الجلوكوز، برضو بيدي لمعة، شكله جميل جدا.
يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وده كان طبعا طبق الكريسماس او رأس السنة. دايما بنحب نعمل حاجات حلوة كده تفرح ولادنا بالاشكال الجميلة دي. ما تنسوش بقى اللي انا قلت لكم عليه. باي باي.